أطلقت الصين اليوم قمراً اصطناعياً جديداً للحد من الكوارث وإدارة الطوارئ والرصد البيئي. وذكرت وكالة أنباء الصين أن القمر الصناعي سيمكن من الحصول على بيانات تصوير الرادار لدعم أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيستخدم في مجالات الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والزراعة والغابات والزلازل وغيرها. والآن بوعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. تفاصيل الأخبار الرياضية مرة ثانية مع فاطمة خليل. شكرا إلهام، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. اختتم فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته استعداداً للقاء الإياب أمام فريق فلامبو البرونداي في دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10,000 مشجع. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق الزمالك على حساب الفريق البرونداي بهدف دون رد، حيث أحرز هدف الزمالك المدافع حسام عبد المجيد. يختتم النادي الأهلي تدريباته غدا في 5 مساء على ملعب التتش استعدادا لمباراة الاتحاد المنستري المقرر لها السبت المقبل على استاد الأهلي وي السلام في إياب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. ويسعى الأهلي لحسم بطاقة التأهل في إلى دور المجموعات في البطولة. كان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة النستر التونسية. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ شهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الذي نجح في تسجيل هاتريك مع فريقه أمام رينجرز. مشاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل. برائحته المميزة ولونه المبهج يعلن محصول الجوافة في مصر عن استعداده لبدء موسم جني ثمره. وفي محافظة القليوبية تستعد مدينة الخنكة في مثل هذا الوقت من كل عام لبدء موسم حصاد الجوافة. نتابع. مع شروق الشمس تتلألأ تلك الثمار على أشجارها الشامخة جاذبة برائحتها المميزة عشاقها. إنه موعد حصاد الجوافة هنا في القليوبية وتحديدا بمدينة الخنكة. يبدأ عمال جني وحصاد الجوافة النزول إلى المزارع في صباح كل يوم للبدء في موسم الجمع الذي يبدأ مع شروق الشمس حتى الظهر، ويتم وضع محصول الجوافة داخل أقفاص من البلاستيك ليتم تجميعها ونقلها إلى الأسواق لبيعها للمواطنين. الخنكة بتتميز هي الجوافة البلدي بس اللي هي في الخنكة، جوافة نوع واحد بس هي اللي في الخنكة اللي هي البلدي. طبعا الجوافة دي نوعها بيتميز عن أي جوافة تانية في الشكل وفي الطعم وفي ديكور الحباية، والزبون بتاعها أو البياع بيبقى عارفها، بتتعرف من أي جوافة تانية من ريحتها ومن شكلها ومن طعمها. وبرضو بتتميز برا كتسويق لأن الخنكة من زمان وهي بتشتهر بزراعة الجوافة، وهي نوع واحد اللي في الخنكة اللي هي الجوافة البلدي. وتشتهر مدينة الخنكة بزراعة الجوافة، حيث تتميز جوافة الخنكة بألوانها وطعمها المميز لما لها من فوائد صحية عديدة، ومن أفضل أنواع ثمار الجوافة البلدي. ده موسم بيبقى موسم خير على الكل، بيبقاش على المزارع بس، المزارع بيبقى شغال، الموضوع التسويق، العربيات بيتم نقل المحصول من المزارع، التوكيلات اللي هي بنودي فيها الزرع بيتباع فيها برضو بيبقى فيها عمالة شغالة وكتبة شغالة، المحلات الأكل والشرب بتبقى شغالة، كله بيبقى شغال لأن ده بيبقى موسم
وعلى الكل. وعادة ما يبدأ موسم حصاد الجوافة في نهاية أغسطس وحتى شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام حسب الظروف المناخية لنضج المحصول، ويعد موسم حصاد الجوافة بمثابة فرحة كبيرة، حيث يرزق منه العامل وأصحاب المزارع وأصحاب السيارات لنقل المحصول، فهو بمثابة عيد للجميع.